واحده من الجميع. طيب اسئله بقى مباشره لحضرتك. اولا حضرتك موافق ومتفق مع القرارات دي في قوتها وطاقتها؟ لا طبعا لا يعني. طيب هل حضرتك شايف من خلال قراءتك للمشهد منذ ان تولت اللجنه المؤقته برئاسه الكابتن عمرو الجنايني المهمه، هل حضرتك شايف انه فعلا منحاز لميوله واهوائه الزملكاويه وانه مش قادر يفصل او يمارس مهام عمله بحياديه، وان ده واضح في تصرفات او في حساباته وتعامله مع بعض المشكلات؟ بص مش عاوز اقول اتهام للراجل في الحاله دي، يعني يبقى انا يعني مش عاوز يعني مش اتحاسب عليه. يعني مش عاوز اقول لك ايه يعني الكلام اللي قاله في بيان النادي الاهلي ده دليل على النادي الاهلي عنده تسجيلات بتدين في اللقطه دي، يعني المشهد ده في الاحتفال في المشهد ده. لكن هو احنا لو تفتكر حضرتك في بدايه كلامنا لما جينا هنا واتكلمنا مع بعض قلت لك عنده فرصه تاريخيه للراجل ده انه يعمل حاجه يتشار، لانه في واحد جه خد سنه مسك الاتحاد عمل 1 2 3 خلاص. اداره الكره في مصر كبيره على عمرو الجنايني، كبيره على عمرو الجنايني، شايفه مش موفق. يعني شايف المسألة، أنت وعدت الناس بكلام في البداية مسابقة ومنتظمة وجدول منتظم وعندك حاجات 1 2 3 4 المفروض في الحالة دي رايح تلعب مباراة برة، أنت مش رايح تتفسح أنت اتحاد الكورة، لا ده أنت لازم بتحافظ على سمعة بلد، والمفروض ما كان يتوجب تقول لي كاميرات وفيديو، لا أنت عندك مراقبين المباراة، وأخطر ما في المباراة المراقبين، اخطر في المباريات. وقلت لحضرتك هنا على الهوا قلت لك حكايه المراقبين دول لازم يكونوا مراقبين سريين ومحتاجين شغل ومحتاجين ناس عندها ضمير، واختيارهم يكون ايه لما يكتب تقرير ما يتغيرش بتليفون ولا يتغيرش انه مش اهلي وزمالك، اخرج من الدايره دي، عاوز كوره تتطور يبقى هو مستوى. كمان في قيل يا استاذ محمود وحضرتك ما اعرفش اتاكدت من المعلومه دي او مدى صحتها او ربما تكون شائعه غير دقيقه، ولكن قيل انه لم يكن هناك مراقب مكلف من لجنه الحكام في الاتحاد المصري، كان الكابتن جمال غندور يعني مهمه مكلف بيها شخصيا الكابتن جمال غندور، وعنده ظروف وما جاش، انه كان عنده ظروف فكان خارج الامارات وقت المباراه فما كانش في مراقب. مين المسؤول يا رئيس الحكام؟ اتحاد الكوره. طيب المفروض اتحاد الكوره يبقى عنده يا فندم، انا زي ما قلت لحضرتك مباراه زي كده عنده كم مراقب؟ 1 و2 و3 وناس يعني متميزه وعندها خبره. جنايني صادف سوء حظ في اللي حصل في السوبر. هو حاول على ما يبدو المساله مش بالصوره، ممكن يكون داخل اللجنه مش متفقين، لان انت بتبقى في حاجات في ناس كتير اختفت في اللجنه، يعني فين دكتور جمال محمد علي؟ فين دكتوره صحف؟ فين ادوارهم؟ فين المساله بقت محصره بين مين؟ بينه هو وبين محمد فضل. وفي دكتور احمد عبد الله. المساله مش يعني ايه؟ في لخبطه، في عدم وضوح، مش عاوزين مش انا مش حابب ادخلها اقول لك ايه ان اصل هو مشجع لنادي الزمالك فهو قصده انه يعمل كذا، لا هو دخلت الامور عنده خرجت من بين ايديه، كان المفروض عدم التسرع في اصدار القرارات انها تصدر النهارده او امبارح بالليل بهذه الصوره، كان يبقى في تمهل لنفسه وفي لجنه الانضباط دراسه الموضوع وشوف التقارير كويس جدا، اتفرج على تسجيلات دي جابها من فين؟ مصدرها ايه؟ صاحب المصدر نفى، طلع نفى، طب انت استندت على اي اساس؟ هل الاهلي مثلا هو طالع منفعل الاهلي وان الاهلي غضبان وجمهوره عشان انت خدت موقف من 3 4 لعيبه اساسيين عنده والناس الطرف الثاني في عندهم اخطاء 1 و2 و3 انت سكت؟ ولا تقييمك للموضوع كله بصفه عامه انك انت راجل محايد ولابد يكون عندك مراعاه انك انت تحافظ عشان الناس تقول لا فيه، هل الاهلي عايزك تظلم الزمالك؟ اعتقد مش عايزك تظلم الزمالك لانه مش من الصالح لو ظلمت الزمالك هتيجي عليك، ولو الاهلي طالب بالكلام ده احنا اول ناس هنقف هنقول انه الكلام ده يعني مش عايزين. كلنا لما بنتكلم اي حد بيتكلم بيقول ان اي مسؤول اهلاوي او زملكاوي او منتمي لاي نادي، احنا هنا مش بنجرم اي شخص مسؤول في الاتحاد الرياضي او رئيس الاتحاد الرياضي او عضو مجلس اداره انه اهلاوي او زملكاوي او انه هواء واتجاهه الرياضي مع فريق معين، لا ده من حقه كونه بيشجع نادي الزمالك او يحب نادي الزمالك او زملكاوي ابا عن جد، ده لا يعيب الشخص. احنا هنا بنقول المسؤول هنا بس السؤال بيبقى هل هواءه ده او